الحصة الثانية إن شاء الله لصف سابع من درس المعادلة الخطية بمتغير واحد، ورح نحل فيها الأسئلة. رح نبدأ بتدريب 2، حل المعادلات الآتية وتحقق من صحة الحل. 5 س زائد 10 يساوي 25. لإيجاد حل المعادلة تعني إيجاد قيمة المتغير بإني أخليه بطرف اللي هو س، بإني أخليه بطرف لحاله. بداية بتخلص من الحد البعيد عن س، ناقص 10 على الطرفين. 5 س تساوي 25، ناقص 10 15، بدي قيمة س بين الخمسة والس، ضرب راح أقسم 5 على الطرفين، فس تساوي 15 تقسيم 5 اللي هي 3. للتحقق من صحة الحل راح نكتب المعادلة 5 س زائد 10 تساوي 25. راح نعوض مكان س القيمة اللي أوجدتها 3، 5 ضرب 3 زائد 10 هل تساوي 25؟ 15 زائد 10 هل تساوي 25؟ 25 تساوي 25. إذن حلنا صحيح. المعادلة اللي بعديها ناقص س زائد 3 تساوي سالب 5. نتخلص من الحد البعيد عن س اللي هي موجب 3، رح أضيف معكوس العدد للطرفين. بضل عندي ناقص س تساوي ناقص 5 ناقص 3 ناقص 8 اللي هي زائد سالب. إشارتين متشابهات بنجمع والإشارة سالبة. ناقص س تساوي سالب 8، كأنه هون عندي سالب 1 وبدي أتخلص منها، بقسم عليها على سالب 1 على سالب 1، فس تساوي 8. للتحقق من صحة الحل بكتب المعادلة ناقص س زائد 3 تساوي سالب 5. رح أعوض مكان س القيمة اللي أوجدتها، ناقص هاي موجودة من المعادلة، س اللي هي 8 زائد 3 هل تساوي سالب 5. إشارتين مختلفات رح نطرح وناخد إشارة الأكبر، سالب 5 تساوي سالب 5. إذن حلي صحيح. نروح على المسألة الثالثة. س ناقص 1 على 5 زائد 12 يساوي 1. بتخلص من الحد البعيد عن س، ناقص 12 ناقص 12 وناقص 12 بروح مع بعض، بضل بهذا الطرف. س ناقص 1 على 5 تساوي 1 ناقص 12 اللي هي 1 زائد سالب 12. إشارتين مختلفات بنطرح وبناخد إشارة الأكبر، س ناقص 1 على 5 تساوي سالب 11. هلأ بدي أتخلص من هذا المقام بإني بضرب فيه بالوسط، ضرب 5 ضرب 5، 5 و5 واحدة فوق واحدة تحت راحوا، بضل س ناقص 1 يساوي سالب 11 ضرب 5 سالب 55. بدي س، راح أجمع 1 للطرفين، فس راح تساوي إشارتين مختلفات، راح أطرح وأخذ إشارة الأكبر، فس تساوي سالب 54. للتحقق نكتب المعادلة، راح أعوض مكان س القيمة اللي أوجدتها، سالب 54 ناقص 1 على 5 زائد 12 هل تساوي 1 زائد سالب، سالب 55 إشارتين متشابهات بجمع، زائد 12 هل تساوي 1، سالب 55 تقسيم 5 الإشارة سالبة لأنه سالب عموجب سالب، و 55 تقسيم 5 11 زائد 12 هل تساوي 1، إشارتين مختلفات بنطرح وبناخد إشارة الأكبر، 12 ناقص 11 1 تساوي 1. إذا حلي صحيح. الفرع الرابع 4 مضروبة في س ناقص 3 زائد 2 يساوي 15. دايما لما يكون عندك أقواس بداية وزع الأقواس، أول إشي راح أوزع الأقواس اللي هي الأربعة على القوس، كأنها بين القوس والأربعة عملية ضرب، أربعة ضرب سين أربعة سين، أربعة ضرب سالب 3 سالب 12 زائد 2 يساوي 15.
أربعة، بدي أجمع الحدود المتشابهة، سالب 12 و2، 4 سين ناقص 10، لأنه ناقص 12 زائد 2 سالب 10 تساوي 15. بدي قيمة سين، راح تخلص أول إشي من الحل الحد البعيد عنها، زائد 10 زائد 10، 4 سين تساوي 25. بدي سين، راح أقسم 4 على الطرفين، تقسيم 4 تقسيم 4، فسين تساوي 25 تقسيم 4. تحقق، راح نكتب 4 سين ناقص 3 زائد 2 تساوي 15. 4 في سين اللي أنا أوجدتها 25 على 4 ناقص 3 زائد 2 هل تساوي 15؟ راح أوزع الأربعة، أو بقدر أوجد 25 على 4 ناقص 3 بعدين أضربها بأربعة. أنا بداية بدي أوزع 4 ب25 على 4، الأربعة راح تروح مع الأربعة بضل 25 ناقص 4 في 3 12 زائد 2 هل تساوي 15؟ 25 ناقص 12 13، 13 زائد 2 15 تساوي 15. إذا الحل صحيح. المسألة الخامسة، 6 ناقص 2 س تساوي 2 في 3 ناقص س. راح نوزع الأقواس، 6 ناقص 2 س تساوي 2 ضرب 3 6، 2 ضرب سالب س سالب 2 س. راح نجمع الحدود المتشابهة، لو أحكي بدي أجمع الحدود المتشابهة أنقل السينات لهون، زائد 2 سين زائد 2 سين، راح ألاحظ إنه 2 ناقص 2 سين زائد 2 سين كمان راح يروحوا مع بعض لأنه نفس المعاملات بس عكس الإشارات، فضل عندي 6 تساوي 6. في هاي الحالة لما يتساوى عندي طرفين المعادلة وما يضل عندي سينات، يوجد لهذه المعادلة حل لا نهائي من الحلول، لها عدد لا نهائي من الحلول. 6 الفرع السادس، أول إشي بدي أوزع التلاتة، 3 بسين 3 سين ناقص 3 في 1 3 تساوي 5 ناقص 2 سين. تجمع الحدود المتشابهة، زائد 2 سين زائد 2 سين، صار عندي بهذا الطرف 3 زائد 2 سين 5 سين ناقص 3 تساوي 5، ناقص 3 راح نقولها موجب 3، موجب 3 5 سين تساوي 5 زائد 3 8، راح أقسم 5 على الطرفين فسين تساوي 8 على 5. التحقق، 3 سين ناقص 1 تساوي 5 ناقص 2 سين، راح نعوض مكان سين 8 على 5، 3 في 8 على 5 ناقص 1 هل تساوي 5 ناقص 2 في 8 على 5. 3 بدي أوحد مقامات على 1، رح نضرب في 5 في 5، 8 على 5 ناقص 5 على 5 هل، وبقدر أوزع الثلاث على الطرف الأول وعلى الطرف الثاني، هل تساوي 5 ناقص 2 في 8 16 على 5، 3 ضرب 8 ناقص 5 3 على 5 هل تساوي، عشان أطرح توحد مقامات، في 5 في 5، 5 ب 5 25 على 5 ناقص 16 على 5، 3 ب 3 9 على 5 هل تساوي، 25 ناقص 16 اللي هي 9 على 5. إذا حلي صحيح.
سؤال أول صفحة 33 من تمارين ومسائل. 3 س زائد 5 تساوي 20 ناقص 5 ناقص 5. 3 س 20 ناقص 5 15. بدي قيمة س، رح أقسم 3 على الطرفين، منه س تساوي 15 تقسيم 3 5. للتحقق من صحة الحل بنكتب المعادلة 3 س زائد 5 تساوي 20. بنعوض مكان س القيمة اللي أوجدتها، 3 ضرب س اللي هي 5 زائد 5 هل تساوي 20؟ 3 ضرب 5 15 زائد 5 هل تساوي 20؟ 15 زائد 5 20 تساوي 20. إذا حلي صحيح. فرع ب س على 5 ناقص 2 يساوي 1. بنتخلص من الحد البعيد عن س اللي هو ناقص 2، بضيف زائد 2 زائد 2، ضل عندي هون س على 5 تساوي 1 زائد 2 3. بدي س، س مقسومة على 5 بالنظير الضربي، راح أضرب 5 الطرفين، عندي س بالمقام بضرب 5 بالطرفين، 5 بتروح مع 5، طلع عندي هون س تساوي 3 ضرب 5 15. للتحقق راح نكتب المعادلة، س على 5 ناقص 2 تساوي 1، راح نعوض مكان قيمة س 15 على 5 ناقص 2 هل يساوي 1؟ 15 تقسيم 5 3 ناقص 2 هل تساوي 1؟ 1 تساوي 1. إذا حلي صحيح. فرع ج 12 ناقص 2 س تساوي سالب 6. 12 ناقص 2 س تساوي سالب 6. بداية رح نتخلص مع الحد من الحد البعيد عن س اللي هو 12، رح أضيف معكوسه اللي هي ناقص 12 ناقص 12 على الطرفين، ناقص 12 12 ناقص 12 صفر، بضل عندي ناقص 2 س تساوي ناقص 6 ناقص 12 اللي هي ناقص 18. بدي س بين الس والسالب 2 ضرب، رح أقسم على سالب 2 الطرفين، منه س تساوي سالب تقسيم سالب موجب، و18 تقسيم 2 9، س تساوي 9. للتحقق من صحة الحل نكتب المعادلة تساوي، راح نعوض مكان السين 9 هل تساوي 6؟ 12 ناقص 2 9 18 هل تساوي سالب 6؟ عندي إشارتين مختلفات بنطرح وبناخد إشارة الأكبر، سالب 6 تساوي سالب 6. إذا حلي صحيح. دال سالب س ناقص 1 زائد 2 س تساوي 10. هاي السالب كأنها سالب 1 مضروبة في هذا القوس، فبداية عندي قوس بدي أوزعه، سالب 1 ضرب س سالب س، سالب 1 ضرب سالب 1 موجب 1، ضربت سالب 1 بس وضربت السالب 1 في السالب 1، زائد بكتب الحد الثاني 2 س تساوي 10. بجمع الحدود المتشابهة، سالب سين واتنين سين، سالب سين زائد اتنين سين اللي هي واحد سين، إشارتين مختلفات بنطرح، هون عندي سالب واحد، اتنين ناقص واحد واحد سين، زائد واحد تساوي عشرة. بدي سين ده تخلص من الواحد، بنضيف بينهم جمع، رح أضيف معكوسها للطرفين، سين تساوي عشرة ناقص واحد تسعة. نتحقق من حلنا، سالب واحد في سين ناقص واحد زائد اتنين سين تساوي عشرة، راح نعوض قيمة سين تسعة اللي أوجدتها من السؤال، سالب واحد في تسعة ناقص واحد زائد اتنين ضرب سين تسعة هل تساوي عشرة، راح أوزع السالب واحد أو سالب واحد ما راح أوزعه، ضرب تسعة ناقص واحد تمانية زائد اتنين ضرب تسعة 18 هل تساوي 10، سالب 1 ضرب 8 إشارتين مختلفات الإشارة سالبة، زائد 18 هل تساوي 10، سالب 8 زائد 18 إشارتين مختلفات بطرح وباخد إشارة الأكبر اللي هي الموجبة، ها س زائد 4 تساوي 3 مضروبة في 5 ناقص 6 س.
س زائد 4 تساوي، راح أوزع التلاتة، 3 في 5 15، ناقص 3 في 6 18 س. راح أجمع الحدود المتشابهة، راح أنقل ناقص 18 س زائد 18 س، باخذ نفس الرقم بس عكس الإشارة، على الطرفين زائد 18 س، س زائد 18 س 19، س زائد 4 تساوي 15. بطرح 4 لحد البعيد، بتخلص منه من الطرفين، 19 س تساوي 15 ناقص 4 11. بدي قيمة س بينهم ضرب، راح أقسم عليها، تقسيم 19 تقسيم 19، س تساوي 11 على 19. للتحقق نكتب المعادلة، س زائد 4 تساوي 3 في 5 ناقص 6 س، بعوض مكان س 11 على 19، 11 على 19 زائد 4 هل تساوي 3 في 5 ناقص 6 ضرب 11 على 19. بدي أجمع، راح أوحد مقامات، ضرب 19 ضرب 19، 11 على 19 زائد 4 بتسعة 36، 4 بواحد 4 وثلاث 7 على 19 هل تساوي 3 في 5 ناقص 6 ب 11، 66 على 19. 11 زائد 76، 1 زائد 6 7، 1 زائد 7 8 على 19 هل تساوي 3 في، بدي أوحد مقامات عشان أطرحهم، في 19 في 19، 5 ب 19 45، 5 ب 1 5 زائد 4 9 95 على 19 ناقص 66 على 19، 87 على 19 هل تساوي 3 ضرب 5، رح نطرح 95 ناقص 66، سبعة وثمانين على 19 تساوي 3 ضرب 9 27، 3 ب 2 6 ب 2 8 على 19، إذا حلي صحيح. واو، 5 س ناقص 5 يساوي 4 س زائد 3، رح نجمع الحدود المتشابهة، ناقص 4 س ناقص 4 س، 5 س ناقص 4 س، س ناقص 5 تساوي 3. بدي قيمة س زائد 5 زائد 5، س تساوي 8. للتحقق رح نكتب المعادلة، 5 س ناقص 5 تساوي 4 س زائد 3، ونعوض مكان س 8، 5 ب 8 40، 40 ناقص 5 35 هل تساوي 4 ضرب 8 28، 32، 32 زائد 3 35، 35 تساوي 35، إذن الحل صحيح. السؤال الثاني صفحة 33، حول العبارات اللفظية الآتية إلى معادلات ثم حلها وتحقق من صحة الحل. معطيني عبارة لفظية، بدي أول إشي أحولها لمعادلة، بعدين أحلها، يعني أوجد قيمة المجهول فيها، بعدين أتحقق من صحة الحل. ألف، الفرق بين 15 ومثلي عدد ما هو 3. بداية المجهول هو العدد، أنا مش عارفة شو هو العدد، فرح نفرض العدد يساوي سين.
بحكي لي الفرق بين 15 ومثل أي عدد؟ أنا قلت العدد سين، يعني الفرق بين 15 و2 سين يساوي 3. من السؤال 3. هلأ دايما كلمة الفرق، دايما كلمة الفرق تعنينا تشطرحهم، يعني 15 ناقص 2 سين يساوي 3. هيك بكون عملت أول خطوة لإني حولت المعادلة اللفظية إلى العبارة اللفظية إلى معادلة. صار عندي معادلة بدي أحلها. بداية ال 15 بدي أنقلها للطرف الثاني أو أتخلص منها من هذا الطرف. بطرح 15 من الطرفين، 15 ناقص 15 بتروح 3 ناقص 15 تساوي سالب 12. بهذا الطرف بضل عندي سالب 2 سين تساوي سالب 12. سالب 2 سين تساوي سالب 12، بدي أوجد قيمة سين، راح أقسم على سالب 2 الطرفين. سالب 2 تقسيم سالب 2 1، راح يضل عندي بهذا الطرف سين، وسالب 12 تقسيم سالب 2 6، فسين تساوي 6. للتحقق من صحة الحل كتبنا المعادلة 15 ناقص 2 سين يساوي 3. راح أعوض مكان سين القيمة اللي أوجدتها 6، وأشوف لما أعوض 6 هل راح يعطيني الطرف الثاني اللي هو 3. 15 ناقص 2 ضرب 6، 15 ناقص 2 ب6 12، 15 ناقص 12 يساوي 3، إذا حلي صحيح. ب أضيف العدد 10 إلى ناتج قسمة عدد ما على 6، فكان الناتج 14. أضيف العدد 10، يعني عندي عملية جمع، أضفت 10 إلى ناتج قسمة عدد ما على 6. أنا مش عارفة إيش هو هذا العدد، بس هذا العدد مقسوم على 6، عندي عدد مقسوم على 6 بعدين أضفت له 10، فكان الناتج. دائما كلمة فكان الناتج معناها تساوي 14، يعني 10 زائد، هي أضيف العدد 10 إلى زائد ناتج قسمة عدد ما على 6، هذا العدد ما أنا مش عارفته مجهول، تقسيم 6، فكان الناتج 14. صار عندي معادلة بدي أحلها. طبعا 10 زائد سين على 6 أو سين على 6 زائد 10 نفس الحل، لأنه الجمع عملية تبديلية. صار عندي معادلة بدي أحلها. بداية بتخلص من الحد البعيد عن سين اللي هو 10، بينه وبين هاد سين على 6 جمع، بتخلص منه بالطرح معكوس العدد 10، ناقص 10 على الطرفين، ناقص 10 على الطرف الأول وعلى الطرف الثاني. 10 ناقص 10 راح يكون 0، بضل عندي بهذا الطرف سين على 6 يساوي 14 ناقص 10 4، فسين على 6 يساوي 4. أنا بدي قيمة سين، بدي أتخلص من الستة، ستة بالمقام، بضرب ستة في البسط طرفي المعادلة، ستة في الطرف الأول وستة بالطرف الثاني، ستة ضرب ستة، ستة في بسط وستة مقام راحوا مع بعض، بضل عندي هون سين تساوي 4 × 6 = 24، بقيمة سين 24. للتحقق من صحة الحل كتبنا المعادلة، عوضنا مكان قيمة سين 24 من السؤال، حليتها 24 تقسيم 6 4 زائد 10 يساوي 14، وهو الطرف الثاني، إذا حلي صحيح. جيم، يزيد العدد 20 بمقدار 2 على 3 أمثال عدد ما. يزيد العدد 20 بمقدار 2 على 3 أمثال عدد ما، معناها 20 ناقص 3 أمثال عدد ما 3 سين يساوي 2. زي لما أحكي، زي ما حكينا الحصة الماضية، يزيد العدد مثلا 5 عن العدد 2 بمقدار 3، فبنحكي 5 ناقص 2 يساوي 3. هون يزيد العدد 20 بمقدار 2 على 3 أمثال عدد ما، يعني 20 ناقص 3 سين يساوي 2. صار عندي معادلة بدي أحلها. ناقص 3 سين، هون عندي 20 بدي أتخلص منها، راح أطرحها من الطرفين، ناقص 20 ناقص 20، بضل عندي بالطرف هون ناقص 3 سين، واثنين ناقص 20 ناقص 18، بدي قيمة سين، راح أقسم سالب 3 على الطرفين، فسين تساوي 6. للتحقق كتبنا المعادلة، عوضنا قيمة سين اللي أوجدناها 6،
حلينا المسألة العبارة اللي عندي، فكان الناتج 2 مساوي للطرف الثاني، إذا حلي صحيح. رح نرجع نعيد السؤال. يزيد العدد 20 بمقدار 2 على 3 أمثال عدد ما، يعني 20 دايما 20 ناقص 3 أمثال عدد ما يساوي 2. 3 أمثال عدد ما معناها 3 سين، فعشرين ناقص 3 سين يساوي 2. كونت معادلة وحليتها. السؤال الثالث: أي القيم الآتية هي حل المعادلة 6 ناقص سين يساوي 6؟ يعني أي رقم في هدول إذا عوضته مكان سين رح يكون الناتج 6. يا بعتبر هاي معادلة وبحلها، يعني بطرح 6 من الطرفين بعدين بقسم على معامل سين السالب 1، أو بعوض رقم رقم. 6 لو أخذنا إنه سين تساوي 6، 6 ناقص 6 هل تساوي 6؟ لا. 6 ناقص ناقص 6 هل تساوي 6؟ لا، تساوي 12. 6 ناقص 0 هل تساوي 6؟ نعم، 6 ناقص 0 تساوي 6. إذا 0 هو حل المعادلة. السؤال الرابع: أي المعادلات الآتية تعبر عن العبارة اللفظية يزيد العدد 14 عن مثلي عدد ما بمقدار 2؟ معناها 14 ناقص 2 سين يساوي 2، وهي الإجابة جيم. دائما يزيد عدد عن عدد ما، يعني ناتج طرحهم يساوي 2. يزيد العدد 14 عن مثلي عدد ما، يعني ناتج طرح 14 ناقص 2 سين يساوي 2، لأن ال 14 اللي يزيد، يعني 14 في البداية لأنها هي اللي أكبر، ف 14 ناقص 2 سين يساوي 2. السؤال الخامس، صفحة 33: اشترت إشراق طاولة بمبلغ 250 دينار وعددا من المقاعد، ثمن المقعد الواحد 15 دينار، إذا كانت التكلفة الكلية للمشتريات 400 دينار فما عدد المقاعد؟ إشراق اشترت شغلتين، اشترت طاولة واحدة وعدد من المقاعد. أنا مش عارفة كم مقعد اشترت أصلاً، عدد المقاعد مجهول، بس اللي حكي لي إياه إنه ثمن المقعد الواحد 15 دينار، فأدفعت تكلفة كلية للمشتريات 400 دينار. المجهول كم مقعد هي اشترت عشان تدفع 400 دينار ثمن الطاولة والمقاعد. هلأ هي راحت عن محل اشترت مقاعد واشترت طاولة، اشترت طاولة واشترت مقاعد، فالأربعمائة دينار هي ثمن شغلتين. الأربعمائة دينار ثمن الطاولة وثمن المقاعد، ثمن الطاولة وثمن المقاعد مع بعض 400 دينار. هلأ أنا المقاعد مش عارفة كم عددها، هي المجهول، فلو فرضت إنه عدد المقاعد سين، فرح يكون ثمن المقاعد اللي هو عدد المقاعد اللي هو سين ضرب سعر المقعد الواحد 15 سين. رح أعيد، ثمن المقاعد أنا مش عارفة كم ثمن المقاعد، لأنه أنا مش عارفة هي كم مقعد اشترت، فبس لو فرضت إنه هي اشترت سين من المقاعد وسعر المقعد الواحد 15 دينار، فرح يكون ثمن المقاعد اللي هو عدد المقاعد السين المجهولة في ثمن المقعد الواحد 15 سين، فثمن المقاعد عندي 15 سين اللي هو عدد المقاعد في ثمنها. هلأ 15 سين ثمن المقاعد زائد 250 ثمن الطاولة، لأنه قال لي اشترت طاولة واحدة، يساوي 400. فأنا هون بكون كونت المعادلة. المعادلة حاصل جمع أو ثمن ما شرته اللي هو ثمن الطاولة وثمن المقاعد يساوي 400. ثمن الطاولة أعطاني إياه السؤال، ثمن المقاعد اللي هو ثمن المقعد الواحد في عدد المقاعد اللي أنا مش عارف توسين، وبكون كونت المعادلة. بدي أحل معادلتي، 250 بطرحها من الطرفين، طرحتها من هذا الطرف وطرحتها من هذا الطرف، 250 ناقص 250 راحت، ضل عندي بهذا الطرف 15 سين تساوي 400 ناقص 250 150. بدي قيمة سين، قسمت الطرفين على 15 فسين تساوي 10. السؤال السادس، صفحة 34: تبرع علي وسمير بمبلغ 450 دينار،
إذا كان المبلغ الذي تبرع به علي يزيد بمقدار 150 دينار عن المبلغ الذي تبرع به سمير، ما المبلغ الذي تبرع به سمير؟ بداية لا حكي لي سمير بكم تبرع ولا علي بكم تبرع، بس حكي لي إنه المبلغ اللي تبرع فيه علي وسمير مع بعض 450 دينار. لو فرضت إنه المبلغ اللي تبرع به سمير سين دينار، فكم رح يكون تبرع علي؟ رح يكون تبرع بسين زائد 150، لأن المبلغ الذي تبرع به علي يزيد بمقدار 150 عن المبلغ الذي تبرع به سمير. فلو سمير تبرع بسين، علي زيادة عليهم 150، فسمير سين، فعلي سين زائد 150. المبلغ اللي تبرع فيه سمير وعلي مع بعض 450. طب سمير بكم تبرع؟ سين. علي بكم تبرع؟ سين زائد 150. فسين زائد سين زائد 150 يساوي 450. سين زائد سين 2 سين زائد 150 يساوي 450. صار عندي معادلة بدي أحلها. بداية بتخلص من الحد البعيد عن سين اللي هو 150، طرحتها من الطرفين. 2 سين تساوي 300، بدي قيمة سين رح أقسم 2 على الطرفين، فسين تساوي 150، وسين هو المبلغ الذي تبرع به سمير. لو كان طالب مني المبلغ اللي تبرع فيه علي، رح أحكي للمبلغ اللي تبرع فيه سمير اللي هو 150، والزيادة عليهم 150، فرح يكون تبرع ب 300 دينار. لما تكتب المعادلة دايما لازم تراعي إنه يكون فيها مجهول واحد، يعني هون بس سين متغير واحد، ما عندي سين وصاد وعين، مجهول واحد فقط، سين أو فقط صاد حسب الرمز اللي أنت رمزته. كتبت مجهول، يعني أنا كان عندي السؤال مبلغ سمير مجهول ومبلغ علي مجهول، ما كتبت مبلغ سمير سين وعلي صاد، حاولت أربط مبلغ علي بعلاقة مع مبلغ سمير من معطيات السؤال، لأنه إحنا بهاي المرحلة تعلمنا نحل معادلة خطية بمتغير واحد. السؤال السابع: محيط مستطيل 20 سنتيمتر إذا كان طوله يزيد عن عرضه بمقدار 2، فجد مساحته. المساحة بلزمها طول وعرض، أنا لا معطيني الطول ولا معطيني العرض، معطيني المحيط. من المحيط بدي أوجد الطول وأوجد العرض. لو فرضنا إنه العرض سين وطوله يزيد عن عرضه بمقدار 2، فرح يكون الطول سين زائد 2. نكتب قانون المحيط: محيط المستطيل 2 ضرب الطول زائد العرض. محيط المستطيل 20 يساوي 2 ضرب الطول سين زائد 2 اللي أنا فرضته، والعرض سين. ببدأ بجمع الحدود المتشابهة اللي بالقوس، سين وسين 2 سين زائد 2، بنزل ضرب 2 تساوي 20. بدي أوزع 2 على القوس، 2 ضرب 2 سين 4 سين، واثنين ضرب اثنين أربعة، صارت المعادلة 20 تساوي 4 سين زائد 4. بدي أتخلص من الحد اللي بعيد عن سين، بدي أطرح 4 من الطرفين، 20 ناقص 4 16، بضل عندي بهذا الطرف 4 سين، بدي قيمة سين رح أقسم 4 على الطرفين، 4 تساوي سين. إذن العرض يساوي 4 سنتيمتر والطول يساوي سين زائد 2، 4 زائد 2 يساوي 6 سنتيمتر. المطلوب اللي هي المساحة، إذا العرض 4 سنتيمتر والطول 4 زائد 2 6 سنتيمتر، والمساحة اللي هي ناتج ضرب العرض ضرب الطول اللي هي 4 ضرب 6، فرح تكون 24 سنتيمتر مربع، لأن السؤال طالب مني المساحة. مساحة المستطيل طوله في عرضه 4 ضرب 6 24 سنتيمتر مربع. السؤال التاسع صفحة 34: ولدت نهى وحنان وفرح في نفس الشهر، إذا كانت نهى أصغر من حنان بعامين وأكبر من فرح بثلاثة أعوام، إذا علمت أن فرح 12 عام فما عمر كل من نهى وحنان؟ معطيني عمر فرح 12 عام، مين العمر اللي رابطه بعمر نهى؟ اللي هي حكي لي نهى أكبر، اللي رابطه بعمر فرح، نهى أكبر من فرح بثلاثة أعوام، فرح 12، نهى أكبر منها بثلاث أعوام، يعني 12 و3 15، إذا صرت عارفة عمر فرح وعمر نهى، ضل عمر حنان.
حنان نهى أصغر من حنان بعامين، يعني مين الأكبر؟ حنان أكبر، بما أنه نهى 15 حنان أكبر منها بعامين، فرح تكون 17 سنة. يعطيكم ألف عافية.